ذكرت سكر وقهوة وحلاوة وعجوة وحبال للبيوت وشاي وكل شيء. تنشط يا ولد وهات بضاعة وافتح دكان، ما يجيب الرطل غير رطل ووقية. يا حي الله يا حي الله بالشيخ سعيد. شيخ سعيد ها؟ يا اهلا وسهلا، تفضل ارتاح. يا هلا بيك. اجلولي بالاكل. ما في لزوم للاكل يا ابو سالم، ترى مالي خاطر، كاسة الشاي ويلا. شلون مالك خاطر؟ العشر صاير مخصوص لك، صحيح انه ما في شيء من واجبك، بس انا عارف انك على اللقمة اللي اكلتها بالمرج. ايوه خلنا عند المرج. تدري ليه نفسي صادها عن الزاد؟ والشاي اللي عليه سكر ثم مرمر منه كله من المرج واللي بالمرج. وانت الله يسامحك. عليش الله يسامحني؟ انا مشتد طول النهار احامي عنك المصلحتك بالمرج، وانت ولا على بالك. بسيطة. انت يا ليان تقول بسيطة؟ شلون بسيطة؟ تدري يا ابو سالم لو السنة تجي غلال طس كل اللي بالمرج يسدوك دينك اللي عليهم ويفتحوا دكانتهم ويشتروا ويبيعوا ويتاجروا، والدكانة تجم كل قمح المرج، وتضيع انت وتضيعني انا معك بعد. كل شي بصير، بس بدهم وقت طويل ومواسم كثيرة حتى يسدوني يحنوني.